السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. أنا بدي أسلم عليكم. لازم أتوجه وبدي أسلم عليكم وأتوجه لكم، ما السلام عليكم وأنا بدي إياكم، ما بصير صح؟ لذلك يا أحبابنا، وبدنا نسلم على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة ونقول السلام عليك أيها النبي. ما بصير عم نقول السلام عليك أيها النبي وعاطين قلبنا وفكرنا وعقلنا لاتجاه تاني، مع أنه سيدنا النبي قال بالحديث العظيم الصحيح: ما من أحد يسلم علي إلا ورد الله إلي روحي أو علي روحي حتى أرد عليه السلام. شيء عظيم. وقت بتقول السلام عليك أيها النبي، خلي قلبك مع سيدنا النبي، سلم على سيدنا النبي حقيقة، ما والله عم تسلم باتجاه سيدنا النبي عم تقول السلام عليكم باتجاه تاني، ما نفكر بهذا الكلام. أتقنوا صلاتكم.